بالنسبة لفكرة تصميم المسجد بهذا الشكل المثمن والقبة الذهبية فوقه، هي أن تكون صورة قريبة جدا، ليست مماثلة ولكن قريبة لمسجد قبة الصخرة في القدس. المسلمين هنا قسم منهم من فلسطين، وقبة الصخرة شهدوها بأم أعينهم وموجودة في وجدانهم، وكاد ما في يوم يمر إلا وهو في مخيلتهم. أما باقي المسلمين وخصوصا من الجيل الثاني الذي ولد هنا ولا يزور الشرق، ما عندهم إمكانية زيارة الشرق، ولا يزور القدس، ولا يعرف قيمة حقيقة قيمة القبلة الأولى للمسلمين، فنريد من هذا التصميم أن يبقى مسجد قبة الصخرة في حياتهم ووجدانهم وذاكرتهم، وكل ما يأتوا إلى المسجد يتذكرون. صدورنا وشفاء همومنا وجلاء همومنا، اللهم آلاء الليل وأطراف النهار، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم فك أسرى إخواننا المسجونين. وهذا المسجد بني تقريبا من حوالي 10 سنوات، ومصمم على نموذج قبة الصخرة في القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين. وبجانب هذا المبنى الذي يذكر المسلمين بأن القدس لنا مهما طال الوقت، ويذكر الأجيال القادمة شبابا وشيبا أن لنا في القدس قبلة أولى مغتصبة ستعود، ولا يموت حق من ورائه مطالب بهذا الحق، فنريد الأجيال القادمة أن دوما تتذكر ذلك. ونريد من بناء هذا المسجد بهذا الشكل أن تبقى هذه الصورة في أذهانهم. كلما أتوا للصلاة 5 صلوات، وفي الجمعة وفي الأعياد وفي الدروس، حتى عندما يأتوا بأمورهم الخاصة ليروا الإمام في حل مشاكلهم الاجتماعية، أن يتذكروا هذا المنظر، منظر قبة الصخرة، وأن تطبع في مخيلتهم.